تحية نظرية لجميع المناضلات والمناضلين ديال الحركة الوطنية، وتحية عالية للناس اللي ساندونا أثناء المحاكمة الصورية كنا كنحاكمو فيها، وتحية الأمهات ديالنا اللي ساندونا من أول حتى آخر. فيما يخص الانتقال ديالنا، أنا كعضو الانتقالية ديال الكيان الوطني في الحركة الوطنية الصغيرة، كنا شكلنا واحد فيرونجينا فرونتينا فيرونجينا المعزز تعاملنا بالبنوطي ديالنا. في التقية البنوطي كنا كنديرو وقفات استشهادية كلها كتجي، مرة كنديرو على ليبيك، مرة على المعيشة، مرة على ديرة الحرة، كل مرة كنديرو وقفات. إذا المخدم تما حس واحد يعني خدمناهم معنا، كانوا خدامين ديالنا، كنا واحد الخدمة ديال الأعضاء، طردناهم عملنا في البرلمان ديالنا، واللي كان تعرض لتهديدات من طرف المخدم، اسمعوا له مثلا يتعتقل، غادي يجي واحد النهار غادي يتعتقل. فيما يخص الاعتقال ديال نهار 22 هي تقتل الحد، كنا درنا فيه المسيرة ديال الرؤوس. كنا دايرين تقريبا وقفة احتجاجية على زيادة الحرقات أمام تلاميذ التخصص، اللي سينا الوقفة وتبارك الله تجاوب معنا جمهور، وكان واحد هذه الوقفة زوينة. من اللي سالت الوقفة الاحتجاجية اعتقلنا احنا أربعة ديال الأشخاص، أربعة ديال الأعضاء اعتقلنا قدام المخطط الشرطه ديال الانسي، وحقوا معنا كل واحد يدخلوا البيرو وبقاو يحقوا معنا الاربعه ديال الدول. شفنا الاجتماع ديالنا الزياد مهدي الوالدين المستوى الدراسي وضرب الحديده الثانويه الحديده، شنو الشهاده عندك، كاين اكسيتي واش عندك شي جمعيه، كاين شي جمعيه كتمشي لدار الشباب، يعني التفاصيل ديال الحياه ديالنا تسجلوا في المخطط. جاء يوم 22 يوليو من بعد انتهاء ديال المسيرة وتسمعوا في الاعتقال ديال الجمهور كاملين، تم اختطاف ديالنا كل واحد منا اختطفوا، انا اختطفوا من امام قهوة كوزي اللي في الجوار القهوة الكبير داخل باش ناخذ كاس ديال الماء، اختطفوا من تما ديال السيارة ديال الشرطة اللي تعرضت فيها جميع انواع الضرب والسب والشتم والاهانة والكلام النابي، وما خلاو ما داروا، راه كانت حرة معايا ليلة وروح كلام. من بعد كنا المخطط الشرطة ديال الأمن، نفس المشكلة، الضرب والسب والشتم إلى آخره، وتهديد وعدوني باش غادي نطلع ليها القضية، القضية اللي أشنو عندي واحد الطابلة كاين بيع فيها داكشي ديال البيع الالكترونيك دوكازيون مستعمل بزاف، لا دي في دي لا كاين لا واحد الكوبيتي ديالهم الكادو ديالهم، قال لي غادي نطلع على المغرب غادي يكون حيت هذيك الطابله ماشي مشكل عيب. ملي كنا لاحظونا المحكمه اعتقلنا اعتقلنا دولة لوكاشا اعتقلنا لوكاشا إلا واحد يبقاو بجناح، شنو متشوفوش باش متلقاوش عليا هنا في المغرب، وأنا بدات تم اعتداء عليا داخل الزنزانة، حرضوا عليا واحد البطاجي ديالهم اللي تعدى عليا داخل الزنزانة، وما علينا، أنا كنقول للمخزن، عاد كنقول للمخزن، ميساجي لي المخزن أنني أمر النظام. وما غاديش نتفاهم مع المسلم حتى اخر لحظه في حياتي. غنبقى كلمة الرفيق المعتقل الهيموسي.